السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا في هذا الفيديو جديد. الفيديو ديال اليوم سبيسيال، غنشارك معكم واحد العراطه اللي وجدت فيها وصفات اللي كيجيو واعرين لذادين وسهلين في التحضير وما كيديوش بزاف ديال الوقت، سريعين في التحضير. خليكم معايا حتى الاخر ديال الفيديو. كنشارك معكم شلاضه ديال الخضره، بسطيله ديال الحوت وفلام بالطرون اللي كيجي لذيذ كيحمق، ما تشبعوش منه. فخليكم معايا حتى الاخر ديال الفيديو باش تشوفوا الوصفه كامله. هنايا كنوريكم بسطيله من الداخل كيفاش جات وعره وعره لذيذه. ودابا نخليكم مع الفيديو، فرجه ممتعه. بسم الله، اول حاجه غنبداو بها هي فلان. غادي نعدلو فلان ديال الطرون. عندي هنايا يترو ديال الحليب، 200 مليلتر ديال القشده الطريه. عندي هنايا كراميل واجد باش غنزوق نتازين، غنعملو في المول، هو الاولاني. تقدروا تعدلو ديال الدار اذا بغيتو. عندي هنايا 3 ديال فلان بالنكهه الكراميل، الا ما توفرش عندكم تقدروا تعملو فلان عادي بلا نكهه. عندي هنايا 200 غرام ديال الطرون. عندي هنايا واحد مغرفه كبيره ديال كريم باتيسير، و 4 مغارف كبارين ديال السكر. والتحليه كتبقى على حسب الذوق ديالكم. ندوزو للطريقه. اول حاجه عملت هنايا الحليب في هذه الطنجره، غنزيدو عليه السكر وغنزيدو عليه كريم باتيسير، وهي الحليب بارد. وغادي نزيد فلان صافي وغنخلطو. ودابا غنزيد هاد القشده الطريه عليهم وغنخلط مزيان. دابا هنايا هاد الطرون غادي نقطعو طريفات صغارين باش ديك الساعه غنزيدو على الخليط ديال الحليب وفلان باش يدوب فيه. صافي الخليط ها هو غلا وطفيت عليه. دابا ما حدو سخون، غادي نزيدو له هاد الطروفه ديال الطرون اللي قطعت وغادي نخلط. هنايا جبت دابا هاد المول اللي غادي نعمل. عندي هنايا كراميل، غادي نعمل كميه ديال الكراميل هنايا. ودابا غادي نخوي الخليط هنايا. صافي غنستنى عليه يتفاوح شويه وديك الساعه غادي ندخلوه النبيره. دابا ندوزو للباستيلا ديال الحوت. عندي هنايا الورقه ديال الفيلو، غادي نعملها بالورقه ديال الفيلو، كتجي غزاله بهادي. تقدروا تعملوا الورقه عاديه اللي بغيتوا. عندي هنايا فيليتيس ديال الحوت، هادو ديال ميرلا، تقدروا تعملوا اي نوع ديال الحوت بياض بغيتوا. عندي هنايا كراماليس، عندي هذا واحد الحوت كيقولوا له بوتون. هنايا شويه ديال الجامبا، عندي شويه ديال الجامبا بقشر غادي نعملها للتزيين. وعندي هنايا شعريه صينيه، تومه مطقطقه والربع. هنايا في مقلة عملت واحد مغرفه كبيره ديال الزبده دابت، غنزيد عليها هنايا التومه، غنخليها تشحر واحد شويه. دابا غنزيد هنايا هاد بوطون، قطعتهم طريفات صغارين هيدا حسن ما يبقاو طوالي. غنزيد كراماليس، واخر حاجه غنزيد جنب، نخليهم يطيحوا واحد شويه عاد نعمل لي قمح، حيت هذا باقي جامدين، باقي مجمدين، فغيتصعب عليا التحريك ديالهم. غير غادي يذوبوا غادي يطيحوا واحد شويه غنزيدوا لي قمح. تعال نشارك معكم لي قمح اللي غادي نعمل. هنايا في واحد الطنجره عملت الماء، وهذا الحوت ديال ميرلا غادي نعملها تسلق في الماء، حيت هذا الماء اللي غتسلق فيه غادي نحتاجه. قطعت طريفات صغارين حتى هي باش يتعوا في الطنجره، وهذا غنعمل عليه شويه ديال المليحه واحد قطيره ديال الزيت. صافي غنخليها تسلق. دابا غادي نزيد الربيع. بالنسبه للقامه غادي نعمل ملح والابزار وفلفل احمر. صافي ما كيعجبنيش نعمل البلعه ديال القامه في مع الحوت، حيت كيجيني بحال كيخسر مذاق ديال الحوت. شويه ديال الابزار، وغنزيد شويه ديال الزعتر اختياري الا بغيتو، ولكن الزعتر كيجي مع الحوت كيعطيها واحد المذاق زوين بزاف. صافي غنخلط ونخليهم يطيب.
هنايا الماء اللي سلقت فيه ديك الميرلا زدت عليه شويه ديال المرق من ديك الحوت فواكه البحر اللي طيبت، و غادي نعمل فيه هزيت منه ديك الحوته بيضه كيف ما شفتوا في التته باش نزيد عليها اخرين، وغنزيد عليها الشعريه الصينيه صافي، وغادي نخليها نغطيها ونخليها واحد شويه تطلق راسها. دابا هنايا جبت الورقه ديال الفيلو ذوبت الزبده، غادي نبدا ندهن الوريقات بالزبده، ندهنهم مزيان من جوج ديال الجهات. غنجيب هنايا هاد السينيه هادي وغادي نبدا ننزل في الورقه، غادي نبدا نعمل النص من الداخل والنص على بار. هاد الورقه هادي غنطويها على جوج هيدا وغادي نعملها هنايا في الوسط، وغنجيب ورقه اخرى وغنعملها بالعكس هيدا حيت هاد الورقه ديال الفيلو خفيفه. غنجيب دابا الحشوه ديالنا وغادي نخويها في الوسط هيدا. اخر حاجه غادي نزيد الجبن اختياري الا بغيتو تعملوه، غادي نعمل كميه ديال الجبن هنايا صافي، وغادي نبدا نطوي الورقه عليها. انا كنطوي وانا كندهن بالزبده. كنحاول نلمط نعاود الجنابه تاعي. هنايا قطعت واحد الورقه على اربعه، عملت اربعه مربعات ستيتوين، دهنته بالزبده مزيان وبديت كنطويها هيدا، كنتنيها باش تجي فحال مكرشه نزوق وصافي، يعني هذا اختياري نتوما والذوق ديالكم، هو واضح في الفيديو الطريقه كيفاش صافي. ومن بعد لمطتها من تحت ديك اللي كيشيط كنعملو تحت باستيله هيدا وصافي، وكنردها في المول، كنردها في المول باش ما تفتحش ولا ما تهرسليش باش تبقى لي مجموعه وندخلها الفران صافي. دابا غادي ندخلها الفران على درجه الحراره حانيه باش طيب نتا الورقه اللي داخل. هذه غادي نعملها شويه ديال الملحه حتى هما يابسه، تقدروا تعملوا التومه طريه اللي بغيتوا، وغادي نعمل الربع يابس. غنعمل معها شويه ديال الزعتر صافي، وغادي نصوتيها في مقلب شويه ديال الزيت باش نزوق بها. غادي نعدل الشلاضه ديال الخضره مخلطه، عندي هنايا الروز اللي طيبته في الماء وشويه ديال الملح والزيت، عادي الروز مطيب عادي. عندي هنايا بطاطا مسلوقه مقطعه طريفات صغارين، هنايا لوبيا خضراء حتى هي سلقتها في الماء والملح والزيت، بجعده قطعت طريفات صغارين بنفس الطريقه دوك كاملين سلقتهم في الماء وشويه ديال زيت العود والملح. عندي هنايا الخيار ومطيشه مقطعين طريفات صغارين، وهنايا عندي الوريقات ديال الخس باش غنفرشهم هما الوالا، هادو غسلتهم بالماء والليمون وشويه ديال الملح. هنايا عندي مايس اولا الذره معلبه، وهنايا عندي التون ومايونيز. ندوزو للطريقه. اول حاجه هنايا جبت هاد الروز، هاد مايس شللته شويه بالماء من ديك هذيك اللاطه ديال المعلبه اللي كانت فيها، غنزيد هنايا، وهنايا عندي التون غنزيد حتى هاد الغطاء ديال التون. غنزيد عليها مايونيز، غنعمل واحد الكميه ديال المايونيز كبيره، المهم على حسب الذوق ديالكم. هنايا جبت هذا المول هذا ديال الكيك، غادي نعمل فيه الروز، كنعمل كميه ديال الروز وكنضغط
باش ياخد الشكل ديال المول، باش ملي نخرجوا من المول يبقى واخد الشكل. اهم حاجه خصكم تضغطوا مزيان على الروز. دابا غنجيو للخضيره ديالنا نعملوا لها الاقامه والجعده. غنعمل شويه ديال الزيت، غنعمل شويه ديال المليحه وشويه ديال الابزار. خيار ومطيشه حتى هما غنعمل لهم واحد شويه ديال المليحه، شويه ديال الزيت، وغادي نعمل لهم شويه ديال الربيح. نفس الشيء تن اللوبيا خضراء، شتيتو ديال الزيت، شويه ديال الربيح، مليحه، شتيتو ديال الابزار. غنجي هنا للبطاطا، غنعمل لها حتى هي شويه ديال المليحه، غنعمل لها شويه ديال الكيمون، كتجي مزيونه البطاطا مسلوقه مع الكيمون. وغادي نعمل لها الربيع، تقدروا تعملوا الربيع الطري. البطاطا غادي نعمل لها شويه ديال المايونيز، كتعجبني انا بالمايونيز. غادي نجيب هنايا هاد المول اللي عمرت وغادي نقلب فيه الروز ديالنا. هانتوما جا هو هذاك معوض. دابا عاد غادي نعمل وصافي. هنايا ستفت الخس في التبصيل كامل تحت الروز، حاولت نعملو تحت الروز باش ما يفلتش يطيح. الا كنت ستفته هو الاول عاد عملت الروز ما كانش غيجيني معوض، فجاتني هاد الطريقه هي اللي سهله. صافي بديت كنزل الخضره ديالي، كنعمل النص في واحد جهه ونص في واحد جهه باش تجي مزوقه هيدا، ويجوني الالوان في التبصيل كيجيو مزيونين. هانتوما ها الباستيلا ديالنا طابت، غنجيب هنايا ديك الجنبة اللي بقشور اللي عملت لها قبيلتي اللي قامة وصوتيتها، غنحاول نختار اللي قد بعضياتهم. هاو فلان ديالنا من بعد ما جبدناه من المول، دابا غادي نزوق هنايا شويه باللوز ايفيلي. طبعا نتوما تقدروا تزوقوا باش ما بغيتوا. عملت واحد شويه ديال شوكولا فيرمينتير، وهنايا اخر حاجه غنعمل واحد شويه ديال السيرو ديال الشوكولاط. اوكي يكون هذا هو الشكل النهائي ديال الاطباق ديالنا. شليده ديال الخضره كتجي غزاله ولذيذه، باستيله ديال الحوت جات فنه يا البنات، المذاق ديالها جا كيحمق. ديك الورقه ديال الفيلو ملي كطيب وكتقرمش خصكم غير تعملوها على عافيه مهيله، كتجي غزاله فلان، حتى هو جا فن يا البنات كريمي. غادي تشوفوا في الاخر ديال الفيديو صورت لكم كيفاش جا من الداخل. باستيله ديال الحوت جات من الداخل عامره، ديك الورقه مقرمشه واعره بزاف. وهذا هو فلان كيف ما كتشوفوا، جا كريمي واعر، غتجربوه ويعجبكم. شكرا على حسن المتابعه ديالكم وعلى التشجيعات ديالكم، كنتمنى تخليوا لي لايك باش تشجعوني على الاستمرار، والتعليق مزيون في حالكم. بسلامه، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.